حبذا لو وجهتم نصيحة لكثير من الشباب وطلاب العلم ممن انشغل بتتبع أخطاء الدعاة والبحث عنها وحمل كلامهم على أسوأ المحامل مما تسبب في شماتة أهل البدع بأهل السنة والجماعة. هو بيان الأخطاء التي فيها خلل فيها خطأ في العلم ومسائل العلم تبين، لكن مع الحكمة في الأسلوب مع التلطف في المفطي وعدم تجريحه لا بد من بيان الخطأ. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله. إذا أخطأ واحد من تفسير آية هل يجوز لنا نسكت؟ إذا أخطأ في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونسب إلى الرسول ما لم يقل، أو صح حديثا موضوعا أو ضعيفا، نسكت عن هذا عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا أخطأ في العقيدة هل يجوز لنا نسكت؟ نبين، لكن ما نتناول الشخص من جرحه وشهربه، بل نبين الخطأ. هذا واجب، هذا من النصيحة، وهذا ما يضر العلماء ولا يضر المخطئ، ما يضره، يرجع إلى الصواب، ومن رجع إلى الصواب فهذا فضيلة، وإذا لم يرجع فأنت بينت الحق دون أنك تجرحه وتشهربه. نعم. وما زال العلماء يردون الأخطاء ويرد بعضهم على بعض من قديم، ولا حصل بينهم نفرة ولا حصل بينهم عداوة، لأن ما فيه من يحرش، ما كان هناك من يحرش وينقش عن هذه الأمور ويشهرها. هذا إنما وجد في الوقت العصر الحاضر، هل ينقشون ويحرشون ويصورون الأشياء ويوزعونها، الناس ما جريوا. هذا شيء بين العلماء، أما أنك تصور هذه الردود وتوزعها على العوام اللي ما جريوا هذا خطأ، وهذا من إشاعة من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. نعم.